حقيقة أنا أعتقد هذه العمليات تكررت أكثر من مرة، ودائما وزارة الدفاع وما إلى حتى القائد العام للقوات المسلحة أو الوزارات الأمنية المتكلفة أو التي تصدر منها جهة الاعتقال أو جهة التحري أو القبض. أعتقد هذه حقيقة مناوآت أو فقاعات إعلامية يتحدث بها بعض المسؤولين باعتبار أنه سوف نلقي القبض على مطلقي الصواريخ، ولا هم بالفعل يعرفون من يطلق الصواريخ ويعرفون منه الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران أو بأمريكا، اتفاقية إيرانية، اتفاقية أمريكية بعمالة عراقية على الشعب العراقي قاعد تترهم فيها العراق تصبح. فأعتقد الآن الموضوع هو حتى كذلك أمريكا تعلم من الميليشيات وتعلم من اللي يطلق الصواريخ، لكن ممكن أن تتكيف مع هذا الوضع، أو هذا الوضع مربح بالنسبة لها ومربح بالنسبة لمصالحها. العراق صار غنيمة يتقاسم به أمريكا وإيران وبعض الدول المجاورة حتى العربية. حقيقة هذا الموضوع يأس منه الشعب العراقي. وقضية أخرى، الكل تدعي المقاومة والكل تتنصل حينما تقصف السفارة. أي مزدوج، أي ازدواجية، أي ازدواجية في الأطروحة. طيب سيد تامر، يعني هل هذا الهجوم يعني نستطيع اعتباره يعني رسالة من الجماعات الموالية لإيران تفيد بأنها قادرة على يعني استهداف المصالح الأمريكية حتى إن نقلت واشنطن سفارتها من بغداد إلى أربيل برأيك؟ نعم، هذا إن كان مسج رسالة من قبل بعض الأحزاب الخارجة عن القانون أو الميليشيات، لكن حقيقة في نفس الوقت أنه هو مزعزع ليه الثقة للحكومة العراقية باعتبار أنها قادرة على مسك زمام السلطة وحصر السلاح بيد الدولة. هذا ما نفهم منه، أنه نحن سلاح المقاومة، سلاح الميليشيات الخارج عن القانون أقوى من سلاح الدولة. وأعتقد أنه بعض الذين خرجوا فيه فضائيات يقولون نحن لدينا سلاح أكثر وأقوى بكثير من سلاح الدولة. هذا دليل حقيقة على أنه ضعف الدولة لحد الآن، أنه الأمور السياسية والاقتصادية التي تسيرها هي الأحزاب التي تنصب السلطة التنفيذية وتنصب السلطة التشريعية وتنصب السلطة القضائية، وحتى الدوائر الأمنية هي من تنصبها. فإذن الأمر لحد الآن لا زال بيد الأحزاب الموجودة المتسلطة والمتنفذة. طيب ماذا نفهم من تصريح الخارجية الأمريكية عندما تقول لا يمكننا التسامح مع تهديدات ضد مواطنينا وجيشنا؟ طيب ما هذه سمعناها كثير، صار سنتين نسمع أنه تصريحات أمريكية لا نتسامح لا نتساهل، لكن الفعل والردع ما هو؟ احتمال سوف تخرج عقوبات اقتصادية ضد الشعب العراقي وليس ضد الميليشيات والأحزاب الخارجة عن القانون الذين يطلقون صواريخ على السفارة. هذا حقيقة ضمن البروتوكولات الدولية التي تقوم أن تعاقب المسيئين وتعاقب الخارجين عن القانون، وليس يصبح العقاب إلى الشعب العراقي. أعتقد أنه الآن القضية الشعب العراقي كله يريد أن يتخلص من هذه الأمور المزحزحة للأمن، ومن ضمنها التواجد العسكري إن كان أمريكي وإن كان غير أمريكي. طيفي بن بغداد سامر السعدي محلل سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.